أهم رموز الرياضة والفن وكل المجتمع المصري. مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في احتفالية استثنائية مصر كلها فرحانة بيها. برحب بمشاهدينا عبر كل شاشات القنوات المصرية وأقول لهم أهلا وسهلا بحضراتكم في ذا فيفا وورلد كاب تروفي تور باي كوكاكولا. وفي البداية طبعا اسمحوا لي ان انا ارحب بزميلي العزيز رامي رضوان، والحقيقة انا سعيدة ان انا بشاركك النهاردة تقديم هذا الحفل. بشكرك زميلتي العزيزة مريم أمين، برحب بحضراتكم جميعا السادة الحضور وكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال كل القنوات المصرية، التلفزيون المصري دي ام سي اون تي في وسي بي سي. الحقيقة احنا سعداء بوجودنا مع حضراتكم النهاردة في هذا الحفل بحضور يعني مجموعة مميزة من ضيوفنا الكرام، عدد من ألمع رموز المجتمع من مجالات السياسة وعلى المستوى السياسي والمستوى الثقافي وعلى مستوى رجال الأعمال وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الإعلامي وطبعا على المستوى الرياضي والكروي بصفة خاصة. الحقيقة أنا سعيدة أن أنا موجودة مع حضراتكم النهاردة في مكان من أحلى الأماكن السياحية في مصر. كل ما بيتقدم فيه إيفنت كبير ومهم بيحط نفسه في الصدارة وفي مكانة مهمة جدا سياحيا. سعداء أن الحفل ده موجود مع حضراتكم في الجونة. اسمحوا لنا أن احنا نرحب طبعا بضيوفنا الكرام. بنرحب مع حضراتكم بضيوف شرف حفلنا النهارده، على راسهم السيد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، وايضا السيد اللواء حسام كامل مدير امن ونائب محافظ البحر الاحمر. كمان يسعدنا ان احنا نرحب بضيفنا النهارده ايضا النجم العالمي كريستيان كارينبو، السفير العالمي للفيفا، وهو لاعب تفضلوا لاعب كرة القدم الفرنسي واللي ساهم مع منتخب فرنسا في حصوله على كأس العالم سنة 98، الحقيقة أنه كمان لاعب لعدد من الأندية الأوروبية على رأسها فريق ريال مدريد الإسباني. كمان بنرحب بالفريق المرافق للكاس من الفيفا في جولته العالمية والموجودين معانا النهاردة، وأيضا بنرحب بكل قيادات شركة كوكاكولا في مصر ومنطقة شمال أفريقيا. اسمحوا لنا ايضا ان احنا نرحب مع حضراتكم بمؤسس مدينه الجونه المهندس سميح ساويرس. ونرحب كمان معانا بضيوفنا الكرام نجوم الكره المصريه واعضاء الاتحاد المصري لكره القدم اللي منورنا النهارده. الحقيقة زي ما شفتوا حضراتكم امبارح كأس العالم وصل لمصر، ويمكن المحطة الرئيسية اللي كانت موجودة في استقباله كانت طبعا مع سيادة الرئيس، وبعد كده كان في استقبال كبير ليه من خلال الجمهور المصري في القاهرة، والنهاردة احنا موجودين مع حضراتكم في احتفال في الجونة. والحقيقة انه الاحتفالية اللي احنا موجودين فيها النهاردة دي هي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية ومعالي سيادة وزير الشباب والرياضة، لمجرد أنه تدي فرصة للشعب المصري والمشجع المصري اللي بيحب طبعاً الكرة، وأعتقد أنه مش الرجال فقط اللي بيحبوا كرة القدم، الستات والرجالة الأطفال والشباب البنات، كل مصر فرحانة جداً أن كأس العالم موجود، فدي فرصة مهمة جداً لكل مشجعي كرة القدم للتفاعل مع كأس العالم هنا في بلدنا في مصر بعد 28 سنة غياب عن كأس العالم. الحقيقة دي مش أول مرة إنه فيفا وورلد كاب تروفي تور يكون موجود في مصر، دي ثالث مرة لكأس العالم إنه يبقى موجود عندنا في مصر، بس المرتين اللي فاتوا حاجة والمرة دي حاجة مختلفة تماما، لأنه كأس العالم موجود في مصر ومصر في كأس العالم. من المعروف ان جولة يعني كأس العالم فيفا وورلد كاب تروفي تور باي كوكاكولا بدأت في سبتمبر 2017 من روسيا، البلد اللي بتستضيف كأس العالم، فعاليات كأس العالم. الكأس هيزور أكثر من 50 بلد في 6 قارات، وهيقطع مسافة إجمالية تبلغ حوالي 126 ألف كيلومتر خلال 9 شهور حتى موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا وورلد كاب 2018. الحقيقة جدير بالذكر كمان إن إحنا لازم نقول ألف شكر لكوكاكولا.
10 سنين وهي الراعي الرسمي للمشجع المصري. والحقيقة على مدار العشر سنين أكيد لو عملنا فلاش باك سريع هنشوف إنه كان في مبادرات كتير وإعلانات كتير وفعاليات أكتر علشان دايماً تخلي المشجع المصري في قلب الحدث حتى لو كان الحدث ده في آخر الدنيا. والدليل على كده إن هي خلت كأس العالم اللي هو أعلى جايزة في كرة القدم موجود معانا النهاردة علشان التفاعل ده يتم على أرض مصر من خلال التور اللي كأس العالم بيقوم بيه حول العالم. مفيش شك ان كرة القدم بتستحوذ على اهتمام كل المصريين، اغلب المصريين بيعشقوا كرة القدم، والموضوع بنتكلم على الكرة يكون ليه علاقة بالمنتخب المصري، فحتى اللي ملوش في الكرة بيتحول إلى مشجع متعصب، ولما الموضوع يكون ليه علاقة بكأس العالم، أكيد العالم كله بيتابع كل فعالياته. عشان كده احنا النهاردة معانا مجموعة متنوعة من رموز المجتمع المصري زي ما قلنا لحضراتكم، من مجالات السياسة، الثقافة، الفن والرياضة طبعاً والإعلام. وعلى ذكر الإعلام يسعدنا أن يكون معانا وتنضم إلينا على المسرح عشان ترحب بحضراتكم وتحتفل بوجود كأس العالم في مصر الإعلامية المصرية منى الشاذلي. بيبقى متوقع في حدث زي ده انه الكلمه الافتتاحيه ياخدها حد له علاقه مباشره بكره القدم، لاعب، حد في الجهاز الفني، حد في الاتحادات الرياضيه. انما الحقيقه كاس العالم لا يخص فقط الرياضيين ولا يخص فقط المشجعين المتعصبين، يخص كل الناس. اكتر لعبه عليها اجماع في الكره الارضيه هي كره القدم، واكتر نهائي في الدنيا الناس بتتفرج عليه هو كاس العالم. لما بلدنا تأهلت وصعدت لكاس العالم ما كانوش بس رياضيين اللي بيحتفلوا ولا مشجعين المدرجات، كانت الناس كلها بتحتفل في الشوارع والميادين والحواري، في البلكونات وفي الشبابيك، في المدارس وعلى القهاوي، كلنا معنيين بكاس العالم. السيدات والسادة، من تعلقت أنظارهم بكاس العالم سواء الحضور المتميز الموجود هنا على أرض الجونة المتلألئة أو الملايين اللي بتتابعنا دلوقتي على الهواء عبر شاشات التلفزيون. أربع شاشات كبرى بتنقل هذه الاحتفالية: التلفزيون المصري، دي أم سي، أون تي في، وطبعاً سي بي سي. كل الشاشات تبحث عن الكأس، التروفي، التمثال اللي بيمثل كأس العالم، بتبحث عنه مش لقيمته المادية. وزنه تقريباً 6 كيلو جرام، مصنوع من ذهب عيار 18، طوله تقريباً 35 سنتي 36 سنتي. مش هي دي القضية. القضية إن التروفي ده أو المجسم ده بيمثل قمة لعبة يتابعها مش ملايين في العالم. معرفش إذا كان حد من حضراتكم يعرف نهائيات كأس العالم كام بني آدم بيتابعها في الدنيا. أكتر من مليار شخص على كوكب الأرض بيتفرج على نهائي كأس العالم في نفس اللحظة في نفس الثانية. مؤخراً كان في نهائي تابعه أكتر من 1.3 مليار مواطن في العالم كله. الرقم ده بيدل على إنه من حاجات قليلة جداً البشرية في العصر الحديث اتفقت عليها، اتفقت على مشاهدة ومتابعة كأس العالم. المذهل في اللعبة دي في كرة القدم إن لها لغة خاصة وكود خاص ملوش علاقة بالجنسيات ولا بالأصول ولا بالعرقيات ولا بالسياسات. ما فيهاش دول عالم أول وتاني وتالت، ما فيهاش قوى عظمى تقليدية اقتصادية، لها قواها العظمى الخاصة بيها، لها أكوادها الخاصة، أكوادها الممتعة اللي ممكن نختصرها في إنها أكواد الأمل والمنافسة والوطنية والتميز. دي كلها معاني بيمثلها كأس العالم لكل الناس في الدنيا وتحديداً في بلدنا. بعد 28 سنة جاءتنا فرصة أن نتأهل ونلعب في كأس العالم. الحقيقة إنه التمهيد للصعود كان بيمثل نوع من التحدي
والانتظار والشوق. يعني الكاس اللي هيتم عرضه النهاردة لحضراتكم جاي بعد شوقة طويلة جدا، شوق وتوق أن نلعب وأن نتنافس ونشعر بالفخر والحماس حتى وإن كنا بنتابعه على بعد أميال، آلاف الأميال. كأس العالم طلع من موسكو في سبتمبر السنة اللي فاتت 2017، ولف دول أو بيلف دول كتيرة جدا، يرتحل ما بين أكتر من 90 مدينة. لما جه في أفريقيا كلل رحلته في أفريقيا بمصر، زار القاهرة ثم أتى إلى الجونة الساحرة، جالنا من كوت ديفوار وهيسيبنا لإيطاليا من بوابة نابولي. ذهب يحمل معه أملاً آخر، بس المفارقة أنه السنة دي مصر متأهلة لكأس العالم وإيطاليا مش متأهلة. على ذكر التأهل، مصر كان المنتخب المصري كان أول منتخب عربي في التاريخ يشارك في كأس العالم في الثلاثينات. وعلى ذكر المنتخبات العربية، في محفل زي ده في حماس وفي حب، لابد أن نذكر المنتخبات العربية الشقيقة اللي هتلعب معانا في كأس العالم، وندعو لها بالتوفيق. المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، والمنتخب السعودي، كلنا سنكون هناك، كلنا بإذن الله سنشرف أوطاننا. أخيراً وليس آخراً، مع تأهلنا لكأس العالم كان في تقارير كتيرة دولية عمالة تنقل فرحة الناس وتنقل الصور والرقص بالعكاز، بس أحلى تعليق أو تعقيب تناقلته وكالات الأنباء ولمسني شخصياً كان تعليق كتب وقال: مصر الضحوكة بكت من الفرحة بعد تأهلها. يا رب تفضل بلدنا ضحوكة دائماً وإلى الأبد، دولة وشعباً. شكراً جزيلاً. نشكر الإعلامية المصرية المتميزة الأستاذة منى الشاذلي. والحقيقة أنه المنتخب موجود في كأس العالم، وكأس العالم موجود عندنا هنا على سبيل الزيارة، فإن شاء الله يعني المنتخب كده يشد حيله ويجيبه عندنا بشكل دائم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وأعتقد في ناس كتير خلاص حضرت شنطة السفر، يعني في ناس خلاص الموضوع بالنسبة لها محسوم، مسألة أيام ووقت. أول ما كأس العالم هم هناك، يعني كأس العالم يبدأ هم في روسيا بإذن الله. اسمحوا لنا ان احنا دلوقتي نستقبل معاكم على المسرح السيد كريم صلاح الدين، مدير عام شركة كوكاكولا في مصر، للترحيب بحضراتكم وإلقاء كلمته. السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، أشكر لكم حضوركم الليلة، وباسم شركة كوكاكولا وبالنيابة عن 9000 من زملائي وبالنيابة عن نفسي برحب بكم جميعا ضيوفا لنا الليلة، وبالأخص السيد اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وأيضا بالسيد اللواء حسام كمال نائب محافظ البحر الأحمر. نرحب جميعا بالسفير العالمي للفيفا السيد كريستيان كريمبو، وشكر خاص جدا للمهندس سميح سويرس صاحب المكان والمستضيفنا هنا النهارده، وزي ما بيقولوا في الكوره بنلعب على ملعبه النهارده. شكرا. واحب ارحب ايضا بالمهندس عبد الجليل بشر رئيس مجلس اداره شركه كوكاكولا مصر، واهلا بكل ضيوفنا من رموز الرياضه والفن والاعلام ورجال وسيدات الاعمال في مصر. اهلا بكم جميعا في هذا الحدث الفريد اللي بتشهده مصر، وهو زيارة كأس العالم فيفا للمرة الثالثة لمصر وللمرة الأولى في الجونة. اخترنا استضافة الفعالية هنا الليلة في الجونة عشان نوري العالم مدى التنوع السياحي اللي بتحظى بيه مصر. في كل مرة بيزور فيها كأس العالم لكرة القدم فيفا مصر، بنكون حريصين في كوكاكولا إن نستعرض للعالم أحد المناطق السياحية الجميلة أو التاريخية المتميزة اللي موجودة في مصر ومش موجودة في أي حتة تانية. في 2010 رحبنا بالكاس في قلعة صلاح الدين، وهي من أهم معالم القاهرة. وفي 2014 احتفلنا بالكاس عند أهرامات الجيزة، والسنة دي بنحتفل هنا في الجونة
واللي هي تعد واحدة من أجمل وأرقى المنتجعات السياحية في العالم كله. ده دور مهم جدا بنحرص عليه في كوكاكولا، وإظهار للعالم المعالم السياحية المتميزة اللي موجودة عندنا في مصر. زي ما قالوا زملائي هنا وزي ما ناس شاركت، مصر هي المحطة 38 لزيارة كأس العالم من ضمن 51 دولة، والكأس جالنا من ساحل العاج، وبكرة إن شاء الله هيسافر لنابولي في إيطاليا. زيارة كأس العالم لمصر هي مجرد البداية، وكوكولا زي ما انتم عارفين هي الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا وراعي المشجع المصري من 10 سنين. احنا محضرين لكم مفاجآت كتير السنة دي بمناسبة تأهلنا بعد 28 سنة، عشان كده لازم نكون كلنا جاهزين، هاشتاج ready for. كلنا طبعا عارفين ان كرة القدم هي الرياضة اللي بتجمعنا كلنا كمصريين، واللي ليها قيمة كبيرة جدا عندنا. كلنا كمصريين هنقف ورا فريقنا القومي وهنشجعه وهنرفع علم مصر بكل فخر واعتزاز. وشكرا. بنشكر السيد كريم صلاح الدين مدير عام شركة كوكا كولا، والحقيقة جزء من اللي بيميز الإيفنت النهاردة هو وجوده في مكان من أحلى الأماكن في مصر، مدينة الجونة. يسعدنا أن نرحب معنا على المسرح الآن المهندس سميح سويرس مؤسس مدينة الجونة. أنا أول مرة الشباب بتوع أوراسكوم يحضروني للكلمة، أنا عامة بطلع أقول أي حاجة كده وبتعدي، فالنهاردة واخد تعليمات إن أنا لازم أبقى stick to the text زي ما بيقولوا يعني. فطبعا أول حاجة عملتها إن أنا أول ما جيت هنا قعدت أتشكر الجماعة بتوع كوكاكولا، وبغيظ الناس بتوعي بقول لهم شفت الشغل أهو، ده شغل 10/10، لحد ما عرفت ان احنا اللي عاملين المكان ده. فلازم اتشكر للماركتينج تيم بتوعنا، لان الصراحة عملوا شغل 100 100، برافو عليكم. وبرضو انا مش عارف مين بقى اللي اقنع كوكاكولا يجوا هنا، انما ده برضو برافو عليه. وبالنسبة لكوكاكولا برافو انكم جيتوا هنا برضو. حاجة تانية بقى، ان المفروض ان احنا بدل بنتكلم في الكورة والبتاع، لازم تبقوا عارفين بقى ان فريق جونة السنة الجاية هيقطع الدنيا ان شاء الله، ومفروض اننا خلاص يعني قربنا نطلع الدوري الممتاز، نرجع تاني نجيب الاهلي والزمالك هنا، واحنا لينا معهم تجارب مش بطالة هنا في الجونة. وبالنسبة للكرة برضو احنا يعني سعداء جدا اننا بنتعاون مع المحافظة، وسيادة المحافظ معانا وبيشجع الموضوع ده برضو، اننا بنهتم بالاشبال. يعني احنا مثلا في الاشبال الصغيرين احنا في المركز الاول والثاني في كل الدوري. واخيرا اشكركم انكم كلكم جيتوا هنا، وان شاء الله يبقى حفله حلوه ويبقى الاكل كويس كمان ان شاء الله. مع السلامه. طبعا شكر كبير للمهندس سميح سويرس، ودايما ان شاء الله تكون الجونه بتشرف مصر في كل حدث مصري أو عالمي. اسمحوا لنا دلوقتي إن احنا نستقبل معاكم ضيف مصر اللي جه مع كأس العالم وهو سفير جولته في العالم. Ladies and gentlemen, please welcome our international star Christian Carimbo. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here tonight with you with the FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. Indeed, it is a special day for Al Ghouna, for Egypt. Of course, yesterday we were in Cairo,
لنا بالنسبة لنا في الجونة وبالنسبة للمغرب، لأن اليوم ستشاهدون عن قرب الكأس العالم بالفعل، والجونة إنها بالفعل من المنتجعات الرائعة. لقد شاهدت النيل والأقصر والإسكندرية وكافة متاحف، ولكم أنا سعيد لأن أكون معكم اليوم في هذا المنتجع بالفعل الرائع. تصفيق حاد، إنه بالفعل من الفرصة السانحة لي أن أكون معكم لأشارككم لحظة مشاهدة هذه الكأس. وبالأمس كنت مع زملائي من لاعبي الكرة العالميين. تصفيق حاد لزملائي ورفقائي في لعبة كرة القدم، وبالفعل إنه فرصة ملحظة تصفيق للفرعين، لأنهم بالفعل تأهلوا ليلعبوا في روسيا. وهنا أمامكم سفيرا لنلعب كرة قدم بلغة عدم التعصب لأي عنصرية ولأي. وشكرا جزيلا لكوكا كولا وشكرا لجونا للاستضافة. دلوقتي جت اللحظة اللي مصر كلها مستنياها، الناس هنا مستنيينها، بيتفرجوا علينا في التلفزيون مستنيينها، لحظة الكشف عن أهم ضيف معانا النهاردة واللي كلنا متجمعين هنا عشان نشوفه. لكن في البداية اسمحوا لنا ندعو معانا على المسرح السيد عبدو الجليل البشر، رئيس مجلس إدارة شركة تعبئة وتصنيع كوكاكولا مصر، لينضم إلينا على المسرح، فليتفضل. اسمحوا لينا ايضا احنا ندعو الى المسرح المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينه الجونه. كمان بندعو معانا الكابتن برنس الكره المصريه الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، يتفضل معانا على المسرح. حازم امام يا جماعه سقفه جامده اكتر، برنس الكره المصريه. ودلوقتي جت اللحظة اللي كل الناس بتستناها، وأعتقد إن احنا كلنا كمان منتظرينها، رفع الستار عن كأس العالم.
Thank you again, Elguna. Thank you for hosting the FIFA World Cup Trophy 2 by Coca-Cola. Enjoy your party. Thank you. Thank you so much. Thank you. نشكر كل. Thank you. Thank you. نشكر حضراتكم. وطبعا لحظة جميلة وأعتقد إن في ناس كتير قوي حسدتنا على الصورة دي يا رامي، يعني أعتقد إن إحنا برضو محظوظين النهاردة جدا. هو الحقيقة السادة المشاهدين محظوظين إن هم اتفرجوا عليه، والسادة الحضور محظوظين أكتر إنهم موجودين هنا، وإحنا الأكثر حظا وإحنا واقفين هنا بصراحة. بصراحة. دي كانت المفاجأة الأولى اللي كوكاكولا بتقدمها النهاردة، إن كأس العالم بيجي لحضراتكم هنا للمرة الثالثة، لكن أكيد زي ما رامي قال بطعم جديد، لأن مصر مؤهلة لكأس العالم 2018. بس هل دي المفاجآت فقط النهاردة؟ لا، في مفاجآت تانية. كوكاكولا الحقيقة دايماً معودانا على المفاجآت لحضراتكم، مفاجآت بتساعدنا زي رحلة كأس العالم لمصر، بس النهاردة كمان في مفاجأة للسادة الحاضرين معانا هنا النهاردة. اسمحوا لنا نرحب مرة تانية معانا على المسرح بالسيد كريم صلاح الدين عشان يعلن لنفسه بنفسه لحضراتكم عن مفاجأة النهاردة من كوكاكولا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، واحنا بنشكركم جدا على المجهود الكبير اللي انتوا عاملينه النهارده، وفي مفاجاه طبعا بمناسبه الاحتفاليه الجميله اللي موجوده النهارده. حبينا في كوكاكولا ان نعمل لكم مفاجاه. المفاجاه بتاعتنا ان هيبقى في رافل درو على الناس اللي دخلت في الحفله النهارده، في اثنين محظوظين هنقدر ناخدهم معانا كاس العالم في روسيا 2018. يلا جود لك ايفريبادي. كل حد بقى معاه رقم يمسكه في ايده ويخليه معاه، ونشوف مين سعداء الحظ اللي هنقول لهم مبروك النهارده. سعيد الحظ اول ما يسمع الرقم هيقدر يتوجه للفرونت ديسك بتاع كوكاكولا اللي موجود بره على الانترنس عشان ياخد جايزته. التذكره الاولى رايحه للرقم 9 9 8. تسعة تسعة ثمانية. التذكرة الثانية لسعيد الحظ اللي معاه تذكرة رقم 1 0 2 3. 1 0 2 3. بفكر حضراتكم مرة تانية، سعداء الحظ اللي كسبوا معانا النهاردة يقدروا يتوجهوا للدس بتاع كوكا كولا اللي موجود بره على الانترنس عشان ياخدوا جايزتهم. The winners of today, they can go to the desk of Coca-Cola outside on the entrance to take their prize. Thank you. Congratulations. بنشكر السيد كريم صلاح الدين ومبروك للي كسبوا جايزة النهاردة. وأنا لزيادة التأكيد الأرقام معايا برضه عشان إن كيس يعني الرقمين معايا. طيب زي ما الحقيقه كوكاكولا معودانا كمان مش بس ان بيبقى فيه مفاجآت، انما كوكاكولا العالميه في كل كاس عالم معودانا انها بتقدم اغنيه رسميه بالمناسبه دي، والسنه دي قدمها الفنان العالمي جيسون ديرولو. النهارده مع حضراتكم ومن خلال كل الشاشات المصريه بنسمع ولاول مره الاغنيه اللي عملتها كوكاكولا عشان مصر لكاس العالم 2018، وللحقيقة اختارت فيها نجم مهم، نجم بيعتبر وجهة مشرفة ووجهة مهمة جدا لمصر. دلوقتي يرحبوا معانا بالنجم المتميز اللي هيحيي حفلنا النهاردة وهيقدم لحضراتكم أغنية كأس العالم من كوكاكولا مصر لأول مرة. رحبوا معانا بالنجم المتميز تامر حسني. شكرا. شكرا. أنا الحقيقة بتشرف جدا إن أنا في وسطكم النهاردة، وإن كوكا كولا تختارني أكون صوت مصر في حدث عظيم تاريخي زي ده،
بشكرهم جدا جدا، بشكر كل الحضور الكريم، كل التمنيات لمنتخبنا الوطني العظيم انه يعمل اعلى مستوى. عايزين نسمع لهم تحيه كبيره جدا 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 كل افراد المنتخب، وطبعا حظ موفق لكل المنتخبات العربيه. الف شكر لكم جميعا. شكرا. شكرا للنجم تامر حسني، نورتنا وشرفتنا، نشكرك. ميرسي. ولسه مكملين مع حضراتكم، واتمنى تكونوا مستمتعين معانا بحفل النهارده، وتكونوا كمان استمتعتوا باغنيه كوكاكولا اللي لاول مره بتتذاع النهارده معاكم عبر الشاشات المصريه كلها. اسمحوا لنا دلوقتي انه نستقبل معاكم نجوم شاشات الاعلام المصري اللي مشرفينا النهارده، وحابوا ان هم يكونوا موجودين يغطوا الحدث الكبير ده بنفسهم. اسمحوا لنا ان احنا نستقبل معاكم الكابتن مدحت شلبي من قناه اون تي في ومساء الانوار. طبعا كمان بنستقبل مع حضراتكم مساء الانوار جميعا. مساء الانوار، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكابتن مدحت. بنستقبل مع حضراتكم الاعلامي الكبير اللامع خيري رمضان، شاشة التلفزيون المصري القناة الأولى. وطبعا رامي رضوان من دي ام سي هيكون في الحوار الكروي اللي هيكون حالا مع حضراتكم بعد ما نستقبل معاكم على المسرح السيد نبيل كوجوك رئيس قطاع التسويق بشركة كوكاكولا. نجم كرة القدم الكابتن حازم إمام. ومرة تانية بنستقبل مع حضراتكم السفير العالمي للفيفا. Ladies and gentlemen, please welcome كريستيان كاريمبو. احنا لحظات ان شاء الله وكريمبو هينضم الينا دلوقتي. اولا لازم ابدي سعادتي الشخصيه بانه احتفاليه النهارده بتذاع على كل القنوات المصريه، وسعادتي الشخصيه لوجود يعني بجانب الاستاذ خير رمضان والكابتن مدحت شلبي، وطبعا مع ضيوفنا الكرام. ويلكم كريمبو. سوري. فيعني انا سعيد جدا الحقيقه ان انا موجود مع حضراتكم، وده شرف ليا. شرف ليا. اتفضل كابتن مدحت. اولا يا مساء الانوار عليكم، وانتوا ريحتوا من كتر الكلام انا عارف، بس ايه عايزين نصحصح شويه. اعتقد زي ما قالوا لنا هنقعد مع بعض حوالي تلت ساعه، فعايزين نصحصح فيهم مع بعض. هنتناول طبعا انا والكابتن خيري كابتن رامي الحوار مع الكباتن الكبار. بستاذنكم وابدا مع كريمبو. اولا لازم تعرفوا ان كريمبو ده كان لاعب عظيم عظيم، لعب في ريال مدريد واخد معاه دوري الابطال سنه 98 وسنه 2000، لعب مع نانت الفرنسي واخد معاه بطوله الدوري، لعب ايضا مع سامبادوريا الايطالي وكان اكثر من رائع، ولعب مع نادي يوناني مع زيتون الكلاماتا يعني. ايوه نيفر مايند ماي فريند. كمان كريمبو شارك مع منتخب فرنسا في كاس العالم مع العظماء زين الدين زيدان وديدي ديشان ولوران بلان وفابيان بارتيز وديزاييه، فرق عظيمه، واخد كاس العالم 98. حبيت بس اعرف كريمبو للناس عشان يبقوا عارفين مين كريمبو. استاذين جاوبت السؤال الاولاني؟ اتفضل. طيب كريمبو، إذا كنت متابع منتخبنا الوطني شايفه إزاي في رحلة التصفيات لغاية كأس العالم؟ ومن وجهة نظرك هل هو مؤهل
انه يعبر الدور الاول في وجود اوروغواي وروسيا والسعوديه؟ I think so because Mr. I talked yesterday with Mr. Hector Cooper. أتحدث مع كوبر بالأمس. We mentioned وقال لي أن أوروغواي والفريق الآخر. And obviously, Mr. Cooper. ومن الواضح أن كوبر يعلم جيدا مستوى اللاعبين من الجهتين. And again, وفي رأيي. إن الأداء في البداية كان قويا للتأهل لروسيا. ولا شك أنك لديكم فريق سيتأهل على الأقل بالمرحلة الأولى. ولأن أنا أذكر محمد صلاح، أذكر الكابتن طبعا القدري. لا شك إن فعلا قوة الضاربة حقيقية، خبرة عريقة. We hope so. Let me add to that question. Who do you think have the better chances to win the World Cup this time? من تظن سيفوز بالكأس في هذه المرة؟ Sorry. I was asking, who do you think have better chances to win the World Cup this time? There are some reports written. Some have said Germany. Some have said France. Probably Brazil. You know, we need to fulfill our dream, and I think that نحقق حلمنا كلنا. بالنسبة باعتبارنا قارة أفريقية، لأنها فرصة سانحة لأن نلعب مع الكبار ومع كبار اللاعبين من حول العالم. وفي رأيي أن أفريقيا يحق لها بالفعل أن تفوز بهذا اللقب وأن تتأهل بالفعل. غانا فعلت ذلك من قبل، ولا شك لا شك اننا قد نصل الى النهائيات. اهلا وسهلا بيكم اولا على التلفزيون المصري وعلى قنوات اون تي في وسي بي سي ودي. ثانك يو. سؤالي برضه، احنا عندنا نجوم كبار زي حازم امام. حازم امام كان نجم كبير في الزمالك وفي منتخب مصر وفي اودنيزي، يعني عندنا نجوم وكمان بيتميزوا بالوسامة وإعلام كبير دلوقتي. خليني أقول لك أقصى تفاؤل يا كابتن حازم ممكن نصل إليه في كأس العالم ده 2018 في روسيا. كوبر متفائل جدا وبيقول أنا هلعب وأملي إن أنا أخد الكأس. يعني ده عبث ولا ممكن نحلم؟ بحيي حضرتك طبعا كابتن مدحت ورامي وكريم بو ورامي كل السادة الحضور، بشكركم شكرا جزيلا. يعني ايفنت حلو قوي كاس العالم في مصر، لاول مره يجي واحنا موجودين في كاس العالم، ودي مهمه. يعني جه كذا مره بس احنا دايما ما بنبقاش موجودين، بنشوف كده يومين ونشوف بعد كده في التلفزيون. فالنهارده احنا موجودين في كاس العالم ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت، كوبر متفائل وانا متفائل والناس كتير متفائله ان شاء الله. عندنا جيل محترم، جيل كويس في كرة القدم. دايما بقول ممكن الجيل ده ما يكونش الأمهر أو الأكثر مهارة، ولكن الأكثر التزاما ولعب جماعي. والستايل الجديد في كرة القدم مش لازم تكون تلعب كرة حلوة قوي بس بتعرف تكسب ازاي. في فرقة معينة طبعا بتلعب حلوة قوي بس هما فرقتين ثلاثة على مستوى العالم، الباقي لازم بيبقى فيه لعب جماعي أكتر. وده يمكن الميزة اللي بقت موجودة في منتخب مصر مع كوبر. فعشان كده بشوف ان احنا ممكن نعمل ان شاء الله مفاجأة في كاس العالم. هنعمل شغل كويس، عندنا يعني اعتقد جيل رائع طبعا على رأسه نجم مصر دلوقتي محمد صلاح، واحد من افضل اللعيبة على مستوى العالم وليس مستوى مصر فقط. ويعني حدث ولا حرج حوالي 17 لعيب محترف. فانا ان شاء الله متفائل ان احنا نعمل حاجة كويسة. معنا مدير فني انا بشوف ان واحد من اكثر المدربين الفنيين واقعية في الاداء، فان شاء الله نعمل حاجة كويسة خير بإذن الله ان شاء الله. ان شاء الله ده اللي احنا بنتمناه. جميل. طبعا هم قالوا لنا نساله بالعربي وفي مترجم، احنا ممكن نساله بالانجليزي بس كل شويه هنقلعه السماعه ونركبها له، فنمشي بالعربي ولا الانجليزي؟ بالعربي خلاص. بالعربي ماشي. اوكي. كريمبو، تعرف ايه عن مستر كوبر وطريقه يعني تعامله او طريقته او التاكتكس بتاعه اللي كان بيلعب بيها مع فرق اخرى قبل ما يجي لنا مصر؟ He joined us.
He's a very how can I mention that? Very كيف لي أن أوصفه؟ لأنه يبحث عن الأمثل. وحتى الآن كان مع فالنسيا وأتذكر كنا فعلا في ريال مدريد مع فالنسيا في مباراة قوية وكنا وكان مع إنتر ميلان وقد قام بعمل عظيم معهم وحتى الآن إنه فعلا دؤوب إنه يحاول بالفعل أن يصل إلى المثلية لأنه يعلم كيف يقوي من الدفاع وبالفعل هذا ما فعله مع الفريق المصري إلا أنك عليكم أن تؤمنوا أن لديكم مهارات خاصة لأن الفعل لاعبيكم لديهم قدرات فائقة تستطيع بالفعل أن تخوض تجربة كأس العالم وإنكم لا شك ستفوزون. يعني إحنا كأس العالم منورنا النهاردة عايزين كده نقول للناس ونعرفهم برضو لأنه في إجراءات معينة لكأس العالم عشان يروح من مكان لمكان طريقة التعامل معاه السيفتي بروسيجرز يعني ممكن نفصح عن بعض من الحاجات دي؟ هو الموضوع كبير بصراحة. إحنا علاقتنا طبعا بالفيفا أو علاقتنا بالكورة ابتدت من الخمسينات تقريبا كان لينا تواجد في كأس العالم بس أوفيشلي أو رسميا علاقتنا مع الفيفا ابتدت سنة 78 ومستمرة لحد 2030 إن شاء الله وإن شاء الله تجدد يعني بإذن الله فبقالنا كتير قوي وزي ما أنتوا قلت في البداية جبناه في 2010 و2014 وليه بروسيدرز كتيرة قوي عشان هو أهم رمز في العالم للناس كلها فمهم قوي ان انت بيتعاملوا معاه بطريقه طبعا مختلفه يعني زي ما انتوا شفتوا ما حدش يقدر يمسكه غير رؤساء الدول او الناس اللي فازوا بكاس العالم قبل كده وليه معامله خاصه جدا يعني زي ما انتوا كلكم شفتوا النهارده. طيب انا النهارده تخصص كابتن حازم امام. I think it's better that they win like this the trophy can come and لتحصلوا على الكاس وتلمسوها كلكم. كابتن حازم كل منتخبات العالم والمنتخبات اللي احنا هنقابلها عارفين ان خطورة منتخب مصر في محمد صلاح هل يمكن الرهان على لاعب واحد لا قدر الله كل املنا متعلقة في رقبته وفي رجله يتعرض لاي شيء او اي فرقة هتنزل تبني خطتها على ايقاف خطورة محمد صلاح تعتقد ان كوبر بعد ما تعودنا على طريقته في اللعب وبقينا كلنا فاهمين هو بيلعب ازاي الفرق العالمية مش هتعمل حسابها هل يمكن أن يكون في جراب كوبر خطط بديلة وإيجاد مفاجأة غير محمد صلاح؟ والله بص حاجة السؤال يعني الناس كلها دايما بتسأل السؤال ده بس عايز أقول لحاجة حاجة في كل فرقة على مستوى العالم أو الفرقة الكبيرة دايما هتلاقي فيها لعيب مميز لما بيغيب بيبقى صعب قوي إنك تلاقي بديل بيبقى فيه بديل بس بيبقى 5 أو 6 أو 7 من 10 مش زي اللعيب الكبير في كل الفرق يعني مش بس في مصر يعني هتلاقي في البرتغال كريستيانو لو مشي كريستيانو البرتغال ممكن تلاقيها نزل 50 أو 60% مش عايز اقول ميسي ان الارجنتين فيها ناس كتير لكن في بلاد بتعتمد على نجم كبير جدا لما بيبعد بتبقى الامور صعبه شويه انا بشوف ده مش عيب بالعكس ده بيديك قوه كبيره بيديك شكل بيديك احساس ان المنافس بيبقى عامل حسابك يبقى عامل رد فعل ليك في الملعب ما يبقاش الموضوع سهل بالنسبه له اكيد عند كوبر ممكن يكون في خطط بديله بس صعب انك توجد بديل لصلاح حتى في ليفربول نفسه يعني دلوقتي ليفربول لما صلاح ما بيلعبش او لما كان في روما كان سباليتي بيلاقي صعوبه لما يبقاش موجود فيعني لما يبقى في فرق زي ليفربول مثلا اشترى مدافع ب 70 مليون باوند ومثلا عنده صلاح لو ما يغيب عنده مشكله فتعرف حجم قيمه صلاح ان مش ان اللعيبه دي ما يبقاش ليها بدلاء بشكل كبير وبالتالي هيبقى صعب انك تلاقي بديل بنفس القيمه هتلاقي بديل ممكن يأدي لكن مش بنفس قيمه صلاح وده انا بشوفه طبيعي على اي فرقه عندها نجم كبير يعني فهي تبقى صعبه طبعا ان احنا نلاقي واحد زيه يعني ربنا يحميه ان شاء الله بشكرك جدا طبعا كريمبو في جيل 98 اللي اخذ بيه كاس العالم هو لاعب وسط قوي جدا وكان معاه زين الدين زيدان السؤال هنا في مجموعتنا في اوروغواي تمثل امريكا اللاتينيه فيها 2 من العظماء
سواريز طبعا مهاجم برشلونة، بالإضافة طبعا لكافاني مهاجم باريس سان جيرمان. باعتباره لاعب عظيم وحصل على كأس العالم، كيف يمكن، سؤال بقى فني شوي، كيف يمكن إيقاف خطورة كافاني وسواريز؟ طبعا مستحيل، بس بنسأل. استجد. Can we stop these players? I think Hector Cooper has the solution already. أن الحل في يد كوبر في الفعل. I think that they just play as they used to do. ومثلما كانوا. Fair, because they have the ability. لأنهم فعل من ال. لديكم في الفريق من هم قادرون على إيقافهم. لانه ان الحل في يد الدفاع، والمدافعين في هذه الحاله عليهم ثقل كبير في حل هذه المشكله اذا تعرضوا لها. دعوني I have a question for you. عادة ساعات في البطولات بيكون في مفاجآت، بنشوف منتخبات فجأة بتتألق بشكل كبير، منتخبات بيبقى متوقع منها مستوى عالي بنلاقيها ما بتقدمش المستوى المتوقع منه. الفترة اللي فاتت شفنا أندية كبيرة جدا مستوياتها متذبذبة، هل متوقع في كأس العالم ده هنلاقي مفاجآت سواء على مستوى منتخبات هتفاجئنا بأداء جامد جدا أو منتخبات تانية مش هتقدم الأداء المنتظر منها؟ Yes, I think so. Previously in 2014 we did have this experience with Costa Rica. كانت مفاجأة كوستا ريكا التي تأهلت فجأة وبدون مقدمات، ولديكم مع ليستر هناك مفاجأة أخرى، وهذا بالفعل يمثل مفاجآت معهم. ولكن من التحديات التي تجدها من الخارج فإنك تجد من يدخل دائرة الضوء دون أن تتوقع أدنى توقع عندهم. بس I will ask Mr. Namir. رسمي لكأس العالم. You are. ورعاة الكرة المصرية منذ سنوات. عندكم إيه جديد؟ يعني هتقدموا إيه للكرة المصرية الفترة اللي جاية؟ أعتقد إن نقطة مصر في كأس العالم الكرة المصرية هتروح منطقة تانية خالص، يا ترى انتم مستعدين لده؟ جاهزين بإيه للمستقبل؟ الحقيقة احنا الاستراتيجية بتاعتنا ان احنا نعمل وبعدين نتكلم، دايما بنفكر في كده، عشان كده بنهتم قوي بالأحداث اللي هي زي ان احنا نجيب كأس العالم عشان الناس تشوفه يعني وبعدين نقدر نتكلم عليه، بدل ما بنطلع زي أي يعني رعاة مختلفين نتكلم بس وخلاص، فاهم؟ فاللي احنا عاملينه مختلف من بداية ان احنا جبنا كاس العالم الجونة، حاجة مختلفة عن اي حاجة عملناها قبل كده. برضو مراعين جدا الجانب المجتمعي في الحملة دي. تقالي امبارح كان كابتن حازم حتى معانا، والمرة دي مركزين جدا على اطفال بلا مأوى، منتخب ابطال الشوارع بنسميهم ابطال الشوارع. كابتن حازم كان معاهم ووريناهم كاس العالم برضو، شافوه وهيبقوا معانا خلال حملة كاس العالم من دلوقتي لحد روسيا بإذن الله. وفي مفاجآت بصراحة كتيرة جاية، دي بس بداية الحملة، بنبتديها بإن احنا جبنا كاس العالم مصر، فدي البداية بس. مفيش مفاجأة لينا؟ أسأل أنا بقى كابتن حازم. أروح أنا بقى لكابتن حازم شوية. حاضر. مش عارف الإجابة هتبقى عندك أو لأ، بس إن شاء الله تكون عندك. الملايين اللي بيشوفونا دلوقتي عبر الشاشات عايزين يعرفوا، عايزين يحصلوا على تذاكر عشان كأس العالم. إزاي بتتم عملية توزيع التذاكر أو شرائها؟ هو لا في ال كريمبو مبسوط من السؤال. اوكي كان يو ستارت يو في هنا في يعني اللي انا اعرفه في موضوع تذاكر كاس العالم هو اللي بيبقى فيه عن طريق الفيفا، وبتبعت اسمك وبتخش في زي قرعه او كده بتشوف وبيجي لك. يعني ده اللي انا عارفه. مصر هنا ما فيش بشكل ليها كوتا معينه، بس مش عدد كبير، يعني بيبقى ليك حوالي نسبه من كل ملعب،
مش يعني الملعب مثلا لو 20,000 بتاخد نسبة هي نفس النسبة الثابتة في كل الملاعب، لكن بتزيد لما الملعب بيزيد شوية. احنا حوالي نسبتنا ممكن تكون 30% تقريبا من كل استاد، انا مش فاكر النسبة بالظبط بس حوالي 30% من كل استاد. لو الاستاد كبير تبقى النسبة طبعا العساكر بتزيد شوية، ودي مفروض بتنزل وتبعت لل يعني هو اللي بيدرس لك مش احنا اللي بنخش في الموضوع، هي من مجرد انت بتجيلك الكوتا وانت بعد كده بتقدم وبتاخد الكونكشن على طول او الشغل كله مع الفيفا عن طريق الايميلز وطريق انك بتعمل ريجستريشن وبعدين بيديك نمبر بتخش بالنمبر ده تاخد بقى التيكت وتاخد الفان اي دي، لان السنه دي اول مره يحصل حاجه اسمها الفان اي دي بدل الفيزا، بتاخد حاجه اسمها فان اي دي ده هو بيخش بيك البلد وده بتروح بيه الملعب مع التيكت، وده اللي ممكن تركب بيه كمان المواصلات ترانسبورت كل المواصلات بالفان اي دي، ودي اول مره تحصل في كاس عالم فهو شكل جديد شويه هم عاملينه. مش شرط ان انت يعني لازم اللي داخل يبقى متاكدين ان هو ده صاحب الفان اي دي، ما ينفعش يخش بالتيكت لوحده عشان يعني بيبقى شايف ما فيش سوق سوداء والكلام اللي بيحصل ده، ودي حاجه كويسه طبعا. يعني انا عاوز اضيف بس على موضوع التذاكر ده، لان برده من الحقوق الحصريه اللي احنا واخدينها كشركه كوكاكولا من الفيفا ان احنا واخدين حق تذاكر لناس سنهم ما بين 13 و17 سنه يقدروا ينزلوا مصريين يشيلوا علم مصر قبل ماتشات مصر، فدي برضو هتبقى من الجوائز اللي هي المفاجآت اللي احنا محضرينها في الفتره الجايه للمشجعين المصريين ان شاء الله. ده من 13 ل17 سنه بالنسبه اللي عندهم 25 سنه زينا. ممكن نحاول نجيب لكم اكسبشن يعني في الموضوع. طيب انا سؤالي بره الرياضه بقى للنجم العالمي كريمبو، عايز اسالك لو سألوك في بلادك عن مصر بعد زيارتك السريعة الساعات دي، هل تستطيع أن تكون انطباع تنقله؟ وأتمنى أن يكون طيب يعني. What would you say? I'm just grateful to be part of the FIFA World Cup. إنني بالفعل ممنون لأن أكون جزء من هذه الاحتفالية، لأن بالفعل لأنني اكتشفت شكل جديد حضارة جديدة لم أكن أعرفها من قبل، لأننا بالفعل إنها تجربة فريدة من نوعها. I have a question for you, Karimbo. It might just might be very technical question though, Karimbo. I mean, our order is that the first المباراة الثانية مع روسيا، المباراة الثالثة مع السعودية وفقا للقرعة. تعتقد ده كان أفضل حاجة بالنسبة لنا كترتيب مباريات، ولا من وجهة نظرك كان الأفضل نبدأ مع السعودية أو الأفضل نبدأ مع روسيا؟ وجهة نظرك. It's true that 20 years ago we started with Saudi Arabia. منذ 20 عاما بدأنا فعلا باللعب ضد المملكة العربية السعودية. فاكر النتيجة؟ Do you remember the score? 3-0 على حسب ما وكان دوغاري وتيري. But Zidane was sent off. وزيدان كان قد طرد من الملعب. For the first game. في المباراة الأولى. But I think yes, you have the opportunity. ولكن لا شك أنك لديكم فرصة سانحة لأن تتأهلوا على الأقل في المباراة الأولى. Of course you need to win the. لا شك أن يتعين أن تفوزوا بأول فريقين وتستطيعون فعلا أن تفعلوا ذلك. نفوز على أوروغواي ونفوز على روسيا. And win against Russia as well. Of course, easy. صح. Easy يا جماعة. You need to believe it. Come on. It's not easy at all. طيب كريمبو، يعني كاس العالم كان في ساحل العاج وبعدين دلوقتي هو في مصر، عايزين نعرف يعني لان احنا عارفين ان هو هيزور 50 دولة في 6 قارات، فمن مصر هينطلق فين بعد كده؟ ايه البلاد الجاية اللي هيزورها كاس العالم؟ After Egypt we go to Italy. سنتوجه الى ايطاليا ثم فرنسا Germany. وألمانيا. Germany to Norway. والنرويج. Norway to Faroe Islands. وفيوري فيروي آيلاند ثم أيسلندا. We go to South America. ثم أمريكا اللاتينية. يعني أنا ما أعرفش كان خلاص ولا، لكن عندي سؤال أخير بالنسبة لي لكريمبو برضو باعتباره أيضا لاعب عظيم.
I need to say that. I was playing against him. He was in Udinese and I was in Sampdoria. At the same time. You played against him? Yeah. Who is when? ومن فاز؟ Draw. I think. Okay, كريمبو. طب احنا نسيتني السؤال يا كريمبو. لا هسأله حالا دلوقتي. طب ممكن على ما تفتكره ده كان يقرا ايه؟ You say technical. محمد صلاح، من وجهة نظرك الافضل انه هو يستمر مع ليفربول او ممكن يروح ريال مدريد حسب ما نسمع؟ It's not a suggestion. I think that Mohamed Salah, I've been seeing him from لقد شاهدت محمد صلاح في بازل قبل ان يلعب في ليفربول. إنه فعلا أمامه هامش كبير للتطور والنمو، وإنه يخطو الخطوات سريعة، وقد ارتقى إلى مستويات عالمية بالفعل. وبعد أن يلعب في روسيا فإنه ستظهر كل كفاءته، وبالفعل يستطيع بالفعل ان ينضم الى ريال مدريد باذن الله. خلينا مع اللغه اللي حاصل في مصر واحنا على هامش كاس العالم. حضرتك عضو اتحاد كره القدم المصري. اللي حاصل في سوق الكره المصريه الايام دي لا ينزل بالخير، يعني بيقول ان هتبقى عندنا مشاكل كتير للمرحله القادمه، تقدير غير حقيقي للاعبين المصريين، سوق الانتقالات هيبقى فيه ازمه كبيره جدا. هل هناك تصور مع كاس العالم ان يبقى عندنا لوائح وقوانين تنظم عملية الانتقال بشكل واضح وتحد من السقف غير المنطقي في اسعار اللاعبين؟ عمر صعب قوي يا استاذ خيرين، ان ده سوق زي ما حضرتك قلت، وعرض وطلب، وللاسف لما بتلاقي حد بيعرض برقم ممكن ممكن تعرض برقم كبير، لو ما لقيتش حد بتقلل، لكن احنا عندنا بتلاقي رقم كبير والناس بتجي بتشتري، وهي دي المشكله، ان انت مهما كانت السلعه ممكن مبالغ فيها بس بتلاقي عليها طلب وبتلاقي ناس بتشتري. هو صعب انك تقول للناس الليمت بتاعك كذا او كذا، ان في ناس عايز يقول لك ده انا النادي بتاعي، او انا عايز اشتري، او انا عندي الامكانيات ان انا فصعب جدا. انت هيك شفت نيمار ب 225 مليون يورو، رقم كبير جدا جدا، محدش يتوقع ان هو محطوط كان في الشرط الجزائي. ده هيأثر على الصناعة، وده رفع كل نيمار. يعني هتلاقي كوتينيو ب 160، مدافع راح ليفربول فان دايك ب 75، ارقام جدا بسبب الشرط الجزائي اللي حصل لنيمار ودفع 225. قيس بقى ده اللي حصل في مصر لما حد اشترى حد ب 40 مليون، فالامور كلها زادت بشكل كبير جدا. فهي هو عرض وطلب، لو حد عرض رقم كبير ما لقاش حد هبتدي، لكن بيلاقي كتير. الصناعه كده هتنهار، لان اي صناعه في الدنيا لازم لها مدخل، يعني مدخول فلوس وبتنتج، احنا ما عندناش هذا الانتاج. هي دي، ان انت في العالم كله لما بتدفع الفلوس دي بتلاقي عائد عن طريق الاعلانات، عن طريق السيزون تيكتس، عن طريق التيشيرتس بتاعت اللعيب. هنا ما فيش حد بيكسب، اكيد طبعا نوين ان يكون في حد بيكسب على قد الارقام دي كلها، غير انه بيكسب بطولات، وده في حد ذاته بيبقى طبعا حاجه قيمه، يعني انك تكسب بطوله ده في حد ذاته هنا في مصر ده الحاجه المعنويه اللي بتديك طبعا اسم وبتديك كيان. يعني تمام، شكرا. يعني you want to add something? I wanted to say that for example Mohamed Salah today he's a brand. He's a brand representing Egypt. He's a brand. محمد صلاح اليوم يمثل مصر ويمثل ليفربول في آن واحد، وإذا توجه إلى ريال مدريد أو برشلونة سيلبس الفانيلا الخاصة بهم. كريستيان كريمبو، يعني ثانك يو سو ماتش، سعداء بوجودك معانا وانك جيت لنا بكاس العالم. بنشكر طبعا السيد نبيل كوجوك، وبنشكر كوكا كولا على ان هم يعني فيفا وورلد كاب تروفي 2 كان التروفي موجود هنا في مصر. بنشكر الكابتن حازم امام، الوجهه المشرفه للكره المصريه. سعيد وفخور اني كنت مع زملائي الكابتن مدحت شلبي والاستاذ خير رمضان، شكرا لوجودكم معانا. شكرا جدا، احنا سعداء ان احنا كنا معاكم ومع جمهورنا العظيم. يعني
ده شرف لينا. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا. Thank you so much. شكرا ليك. مشاهدينا اللي بيتابعونا من خلال القنوات المصرية، خلال التلفزيون المصري، من خلال دي ام سي اون تي في وسي بي سي، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا باحتفالية النهاردة، وبنشكركم على المتابعة، ويا رب اكيد استمتعتوا كمان ان انتوا تشوفوا التروفي النهاردة موجود معانا هنا من مدينة الجونة في مصر. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا باحتفالية النهاردة. زي ما قلنا لحضراتكم ووعدناكم من الأول إنها ليلة استثنائية، نتمنى إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بوقتكم، استمتعتوا بكأس العالم في مصر، وأنا الحقيقة كنت مبسوطة جدا وسعيدة إن أنا بقدم هذا الحفل الراقي، وأشكر كل مشاهدينا عبر شاشات التلفزيون المصري، وأشكرك يا رامي كنت سعيدة إني موجودة معاك النهاردة، وأشكركم وتصبحوا دايما على فرح وعلى كل حاجة حلوة مصر تستاهلها، أشكركم.